أبرز العناوين. المنتخب الوطني الأولمبي يختتم معسكره اليوم. وعلي الحبسي يغادر إلى بريطانيا لدراسة أبرز العروض التي تلقاها مؤخرا. واليوم ختام موسم اليد بتتويج نادي مسقط بدور عام السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم. يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره بالملعب الرملي بمجمع بوشهر في رحلة الإعداد للمشاركة ببطولة كأس العالم للقدم الشاطئية بالبرتغال، حيث أن المنتخب الذي لم يلعب أي مباراة ودية كبيرة قبل البطولة يكتفي بمعسكراته الداخلية بين فترة وأخرى. هذا وسيستمر المعسكر حتى 2 يوليو المقبل قبل التوجه للمعسكر الخارجي استعدادا لمواجهة منتخب سويسرا في 9 يوليو في افتتاح مبارياته في البطولة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، علما بأن المنتخب يلعب في مجموعة صعبة تضم إلى جانب سويسرا ومنتخب إيطاليا المرشح بقوة لنيل اللقب ومنتخب كوستاريكا. يختتم اليوم منتخبنا الأولمبي معسكره التحضيري الثاني في رحلته للإعداد لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية. المنتخب تحت قيادة المدرب الوطني حمد العزاني ومساعده محمد خميس العريمي يمنون النفس بتحقيق نتائج إيجابية لنفض غبار المشاركة في البطولة الآسيوية الأخيرة، خصوصا بعد انضمام عدد كبير من الأسماء الجديدة لتشكيلة المنتخب الحالية، والرهان هو الظهور المشرف في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر القادم. انتظم لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات في معسكرهم التدريبي الاستعداد الأول المفتوح، وذلك لتجربة عدد من اللاعبين الجدد. ويعد هذا المعسكر تجمعا تمهيديا لمعسكر تدريبي آخر سوف يقام في شهر أغسطس القادم في محافظة ظفار بهدف رفع معدل اللياقة البدنية والمهارية، خصوصا وأن الاستحقاق القادم لبطولة كأس الخليج الثانية والتي ستقام في دولة البحرين الشقيقة على الأبواب ومشاركته المنتظرة بالبطولة الآسيوية المقامة في الصين. الجدير بالذكر أن المنتخب قدم نتائج جيدة في كأس الخليج الأول وخسر من بطل الكأس الكويت، وسيكون المنتخب على موعد مع معسكر آخر في إيران في سبتمبر القادم. وغادر مساء أمس قائد المنتخب الوطني الأول علي الحبسي إلى بريطانيا
من أجل تحديد وجهته القادمة بعد فترة طويلة قضاها بقميص نادي ويغان أثليتيك الإنجليزي. الحبسي أكد لوسائل الإعلام المحلية أن هناك عروضا من أندية إنجليزية دون تحديد في أي درجة تلعب، سيقوم بحسم أمر التعاقد معها في الأيام القادمة. الحبسي الذي رفض عدة عروض من عدد من الأندية الخليجية والمحلية أكد أنه لا زال يملك ما يؤهله اللعب في الملاعب البريطانية لعدة سنوات قادمة، بالرغم من تراجع مستواه بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لنادي ويغان أثليتيك الذي أعاره لفترة من الفترات لنادي برايتون قبل أن يعود لناديه مع نهاية الموسم. وحالة من الفتور تعيشها سوق الانتقالات الصيفية محليا بدور عمان تل المحترفين. أسباب كثيرة كانت السبب في الوضع الذي تعيشه سوق الانتقالات، أبرزها تأخر مستحقات الأندية التي من المفترض أن يدفعها اتحاد الكرة. لم يتبقى إلا 51 يوما على انطلاق دور عمان تل للمحترفين بعد أن أعلن اتحاد الكرة 20 أغسطس موعدا لانطلاق الدوري، وحالة من الضبابية تحيط بالموعد المرتقب المرشح للتأجيل، خصوصا بعد رفض الأندية للضغط على الاتحاد لصرف مستحقاتها المالية المتأخرة، إلى جانب المطالبة بزيادة الدعم المقدم لها من الاتحاد بعد موجة من المماطلة من اتحاد الكرة للأندية دفعتها لرفع راية العصيان والمطالبة بمستحقاتها. الوضع الغير مستقر أثر بشكل مباشر على سوق الانتقالات الصيفية بدور عمان تل للمحترفين التي تبدو فاترة وربما جامدة دون حراك، ووحدها صفقة انتقال قاسم سعيد من النصر للغريم التقليدي ظفار من حركت المياه الراكدة وأشعرتنا بوجود ميركاتو صيفي محلياً. وهناك أحاديث تتداول بين الفينة والأخرى باقتراب الحارس فايز الرشيدي للخروج من القلعة الزرقاء نادي صحم للنهضة، إلا أنه لا تأكيدات تأتي من الطرفين. ويظل أن الترقب كبير لما سيكون عليه الحال بدور المحترفين في نسخته الثالثة التي تشهد تراجعا كبيرا لما كان عليه الحال في النسختين الماضيتين بالنسبة لسوق الانتقالات، وليست السوق المحلية التي تعيش حالة ركود، بل أن الحال لا يختلف كثيرا بالنسبة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب. فهل سيستمر الحال على ما هو عليه أم أن رياح التغيير ستهب ونشهد سوقا أكثر رواج وتوهج في الأيام القادمة؟ وفي خبر آخر، حيث تختتم اليوم منافسات دوري عام كرة اليد للموسم الحالي بنظام الدمج بين فرق الدرجة الأولى والثانية في لقاءات المرحلة النهائية من المسابقات. اليوم الختامي يقام على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية المكرم خالد بن سلطان الحسني نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور الشيخ سلطان بن حميد الحسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد، والذي سيتوج خلالها فريق مسقط بدرع الموسم الحالي بعد أن حسم لقبه في الجولة الماضية بتعادله مع أهل سداب. وسوف يتحدد اليوم كذلك صاحبي المركز الثاني والثالث في منافسات الدوري، حيث تنحصر المنافسة بين فرق أهلي سداب والسيب ومجيس. سيشهد اليوم لقاءين يجمع الأول مسقط مع مجيس، ويليه لقاء يجمع السيب وأهلي سداب. يستغلون الوقت المتبقي 12 ثانية. هذا حسن أيضا لاعب مهاري، والأداري من خطايا أهلي سداب. ويواصل فريق عمان الإبحار رفع علم السلطنة عاليا في كبار المحافل العالمية. هذه المرة الإنجاز يأتي من سباقات الإثارة لقوارب الإكستريم 40 في مدينة كاردييف بالمملكة المتحدة. فبعد أن استطاع فريق الموج مسقط إحراز لقب مرحلة كاردييف للعام الثالث على التوالي، وهو الأمر الذي كان كفيلا برفع ترتيب الفريق إلى المركز الأول في الترتيب العام للسلسلة. من جانبه واصل فريق الطيران العماني تقديم أداء جيدا، لا سيما بحصوله على نقاط مضاعفة بعد فوزه بالسباق الأخير، وبذلك يخرج بالمركز السادس في ترتيب مرحلة كاردييف والمركز الخامس في الترتيب العام،
ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة إنجازات أخرى لفريق عمان للإبحار بمختلف قواربه، علما أنه يملك رزنامة من المشاركات العالمية المهمة. إذن مشاهدينا نذهب بكم إلى الأخبار العالمية، والبداية كالعادة مع أبرز وأهم العناوين. تشيلي تتفوق على البيرو وتبلغ نهائي كوبا أمريكا المقامة على أرضها. والأرجنتين في طريق الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا، تواجه عقبة الباراغواي اليوم. والمرشحين لنيل لقب بطولة ويمبلدون للتنس يعبرون إلى الدور الثاني. وصل المنتخب التشيلي حلمه بالفوز بلقب كوبا أمريكا التي تستضيفها ما بين جماهيرها، بعد أن نجحت في الفوز على البيرو بهدفين لهدف واحد، وذلك في نصف نهائي البطولة بفضل نجمهم إدواردي فارغاس. في ليلة كروية مثيرة عزفت الجماهير التشيلية أجمل السيمفونيات بعد حجز منتخبهم بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، حيث قاد المهاجم المتألق فارغاس منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور لتخطي عقبة بيرو بتسجيله هدفي فريقه ليتأهل بعدها للمباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى منذ العام 1987. ويستمر حلم الجمهور التشيلي بحصد اللقب القاري للمرة الأولى بعد أربع محاولات توقف فيها الحلم عند الميدالية الفضية. وبعد انطلاق صافرة حكم اللقاء معلنة بداية الشوط الأول، ضغط أصحاب الأرض بشكل كبير على مرمى الخصم بحثا عن تسجيل هدف التقدم، إلا أن مدافعي البيرو وقفوا بالمرصاد لمحاولات تشيلي واعتمدوا كثيرا على الهجمات المرتدة السريعة في محاولة لاستغلال اندفاع لاعبي تشيلي، وكاد فرفان من تسجيل هدف التقدم لولا صمود العارضة لها. وفي الدقيقة 20 من الشوط الأول حصل زامبورانو لاعب بيرو على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي منتخب تشيلي لتتعقد الأمور على منتخب بيرو. وقبل نهاية الشوط الأول سجل فارغاس هدف التقدم لأصحاب الضيافة بعد متابعة لكرة زميله إليكسيس سانشيز التي ارتدت من القائم. وفي الشوط الثاني استمر الضغط بنفس الوتيرة التي انتهى بها الشوط الأول، ضغط كبير ومستمر من قبل لاعبي تشيلي يقابلها تراجع وارتباك بسبب النقص العددي من قبل لاعبي بيرو. وعند الدقيقة 60 قام لاعب تشيلي غاري ميدل بتحويل الكرة بطريق الخطأ إلى مرمى منتخب بلاده لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب. وفي الدقيقة 65 يقوم فارغاس بإفساد فرحة منتخب بيرو والتي لم تدم طويلا، ويسجل أحد أجمل أهداف البطولة من تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف ويتأهل للمباراة النهائية. تحدث مدربا تشيلي والبيرو بعد مباراتهم في نصف نهائي كوبا أمريكا بعد أن نجح المنتخب التشيلي في الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 1987. مسؤوليتنا كانت تتمثل في قيادة تشيلي للنهائي،
وكنا ندرك منذ الدقيقة الأولى وكنا سعداء جدا بهذا، وسنرى ماذا سيحدث الآن. والحلم الجميل هو حلم الفوز بالكأس. تعقيدات المباراة سببتها عدم قدرتنا على استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الثلث الأخير من الملعب، وأن نستغل الفرص الجيدة. ومنافسنا الذي يملك 4 أو 5 لاعبين على أعلى مستوى وضعنا تحت ضغوط كبيرة بالمرتدات، وانتهت إحداها بهدف. No hizo sentir algunas contras que terminó hasta en la jugada del empate. Tengo que felicitar a los muchachos. أهني لاعبي، لقد قدموا مجهودا كبيرا على أرض الملعب. نشعر بمرارة الإقصاء وكنا نحلم ببلوغ النهائي. بخصوص الطرد، كانت تضحية كبيرة أن تلعب بـ10 لاعبين أمام أي فريق في الحقيقة، ولكن أمام فريق تشارلز عندما يهاجم وفريق يلعب بنفس اللاعبين منذ سنوات ويعرفون كيف يتعاملون مع أي وضعية. وفي خبر آخر، حيث يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباراة المثيرة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرغواي فجر الغد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، إذ تشكل مواجهة معقدة الحسابات بين هجوم الأرجنتين المفتقد للفاعلية المطلوبة والدفاع الصلب لقاهر البرازيل منتخب برغواي. ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الناري والمثير الذي سيجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره البرغواياني في الدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا، وذلك على ملعب بلدية دو كونسبيسيون، ويقود اللقاء الحكم البرازيلي ساندرو ريكي، حيث سيدخل التانجو اللقاء بكامل قواه الهجومية من أجل كسب الرهان والوصول لنهائي المرتقب بقيادة نجمه ليونيل ميسي، حيث ستسعى الأرجنتين للاقتراب أكثر من حلم اللقب القاري الذي غاب عن منصات التانجو منذ حوالي 22 سنة. وسيكون على تاتا مارتينيو إعادة ترتيب حساباته بعد أن تعقدت في اللقاء الأول من دور المجموعات أمام البرغواي الذي قلب تخلفه بهدفين إلى تعادل ثمين. وبالرغم من امتلاك الأرجنتين لمجموعة كبيرة من النجوم، إلا أنهم لم يقدموا ما تنتظره عشاقهم ومحبيهم، حيث يعاني الفريق بشكل كبير في التسجيل خلال البطولة الحالية رغم الكم الهائل من الفرص التهديفية التي صنعها. وفي المقابل يخوض منتخب البرغواي اللقاء بعد أن قهر السيليساو البرازيلي بإخراجه من الدور ربع النهائي بالركلات الترجيحية، حيث يمتاز المنتخب البرغواياني بصلابة دفاعه وإتقانه للهجمات المرتدة على مرمى الخصوم، أمران يجعلان من كتيبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز فريق قادر على مجاراة الفرق الأخرى. ويدرك منتخب باراغواي أنه لا يضم نجما مثل ميسي، لكنه يشكل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، كما يتمتع الفريق بمعنويات هائلة بعدما قدم أفضل بكثير مما كان متوقعا في البطولة الحالية. فهل يستطيع المنتخب الأرجنتيني من إزاحة المنتخب الباراغواياني ومواصلة الطريق نحو اللقب؟ أم سيواصل منتخب البرغواي مفاجآته بإخراجه أحد أقوى المنتخبات المرشحة في البطولة؟ وتحدث مدربا الأرجنتين والبرغواي في المؤتمر الصحفي قبل مباراتهم والتي ستكون فجر الغد في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة ضد صاحب الأرض والجمهور المنتخب التشيلي. سنلتقي بمنتخب البرغواي هذه الليلة، وهو نفس المنتخب الذي جابهناه في الشوط الثاني للقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين، وشبيه بالمنتخب الذي جابه البرازيل وليس بالمنتخب الذي التقيناه في الشوط الأول، ولكننا على استعداد على أي حال لكل الخطط التي سيعدها منتخب البرغواي، وسنحاول وضع بصمتنا على المباراة لأجل تكرار ما حققناه في الشوط الأول من لقائنا السابق في كل 90 دقيقة.
هذه ليست أول مرة يقلل فيها الناس من قدرتنا لأنهم لا يدركون ما قمنا بتحقيقه، لكني شاهدت في هذه اللعبة الكثير من المرشحين يكافحون في هذه المرحلة من البطولة. سنحافظ على رباطة جيشنا وتواضعنا ونعترف بقدرة المنتخب الذي سنجابهه، وأعتقد أن مجابهة أفضل المنتخبات هو بمثابة النصر بالنسبة لنا. وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إقالة مدرب الطواحين جوز هيدنك من منصبه، وذكر الاتحاد أن عقد هيدنك سينتهي يوم الأربعاء رغم أنه كان من المقرر أن يتوصل إلى نهاية بطولة الأمم الأوروبية المقبلة. هيدنك تولى المنصب خلفا لمواطنه لويس فان جال الذي قاد هولندا للمركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة قبل أن ينتقل منه ليدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. أداء هولندا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016 اتسم بالسوء، فهي تحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيسلندا وجمهورية التشيك. وتعاقد نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً مع حارس تشيلسي التشيكي بيتر تشيك. تشيك توصل إلى اتفاق مع أرسنال الذي بدوره توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم الحارس المخضرم صاحب 33 عاماً بعد 11 سنة في تشيلسي. أرسنال كان يبحث منذ سنوات عن حارس من طينة الألماني يانس ليمان، ويبدو أن المدرب أرسن فينجر وجد ضالته في حارس تشيلسي السابق الذي فقد مركزه كحارس أول للمدرب جوزي مورينيو بعد قدوم كورتوا. يذكر بأن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني. وبعدما سحقت ألمانيا بخماسية نظيفة ستواجه اليوم البرتغال اليوم في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما المنتخب السويدي، والتي بدورها اكتسحت بدورها جارتها الدنمارك برباعية في نصف نهائي البطولة، حيث تحدث مدربا المنتخبين إلى وسائل الإعلام قبل لعبهم لنهائي البطولة. سيكون يوم غد عظيما لنا لأننا سنلعب باسم السويد وللمرة الأولى في تاريخ البلاد في نهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما، ولا أعتقد أن الفرصة ستتاح العديد منا للعب في نهائي بطولة أوروبية، وندرك بالطبع أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا سننزل أرض الملعب والتمتع باللحظة، وسنكون فخورون أيضا بتمثيل بلادنا في مباراة عظيمة مثل هذه. لعبنا إلى الآن 4 مباريات في هذه البطولة، ولا شك في أننا قمنا بعمل جيد ساعدنا على التأهل للنهائي، ولذلك فإننا سننزل أرض الملعب ونستمتع بالمباراة، وسنفخر أيضا بتمثيل البلاد. أعتقد أن بوسعنا التعامل مع سرعة لاعبي البرتغال وأغلاق كل المساحات التي استغلوها في مباراتهم ضد ألمانيا. أعتقد أننا نملك منتخبا رائعا يدافع بشكل جيد جدا ويلعب بذهنية مبدعة، وهذا من أهم العوامل في كرة القدم. أعتقد إنها ستكون مباراة رائعة، وآمل القول بنهايتها إننا سنفوز وسنكون سعيدين بالفوز. هذه بالطبع أهم وأصعب مباراة لي كمدرب، خاصة لأنها مباراة نهائية. إنها مباراة هامة جدا لأننا لم نفز بلقبها من قبل. بطولة الأصدقاء لكرة القدم دورة كروية في سهرات رمضان تجمع بين لاعبين من مختلف أنحاء الجماهيرية الليبية، تهدف إلى تقريب الليبيين من بعضهم البعض بعدما شتت شملهم الحرب التي لا تهدأ. فبعد صلاة التراويح تلتقي الفرق في ملعب ذي عشب اصطناعي في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة طرابلس،
ويحتشد الجمهور خلف السياج لمتابعة المباريات والفنيات التي يتمتع بها بعض اللاعبين. وأهم من كل هذا هو استعادة الابتسامة التي سرقتها الحروب والاستمتاع بلحظة هدوء وسلام ووئام في هذا الشهر الفضيل. الجدير بالذكر بأن هذه الدورة تنظم للعام الثالث على التوالي بمشاركة 24 فريقا في مختلف أنحاء ليبيا. وبعيدا عن أخبار كرة القدم وتحديدا إلى كرة التنس، فبعد افتتاح بطولة ويمبلدون للتنس نجح نجوم اللعبة من عبور الدور الأول والتأهل إلى الدور الثاني في رحلة الصراع على لقب أغلى بطولات الجراند سلام. يتابع عشاق الكرة الصفراء عن قرب بطولة ويمبلدون التي تعتبر أقدم بطولة في كرة المضرب والمعروف بإقامتها في شهري يونيو ويوليو من كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن، إذ يعتبر الفوز بها شرفا عظيما بالنسبة لنجوم اللعبة، حيث فتحت الملاعب البريطانية أبوابها لاستضافة أعرق بطولات التنس العالمية. ومضى الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول على العالم بخطى واثقة نحو الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس، مستهلا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الألماني فيليب بنتيجة 6-4 و6-4 و6-4. من جانبه بارافينكا وبسهولة تأهل إلى الدور الثاني من البطولة بفضل انتصاره على البرتغالي جاوا سوسا في ثلاث مجموعات، إذ فاز باللقاء بنتيجة 6-2 و7-5 و7-6 ليضرب موعدا مع فيكتور بيرغوس في الدور الثاني. فيما تأهل المصنف الخامس الياباني كينيشي كوريالي إلى الدور الثاني بعد تغلبه على الإيطالي سيمون بوليلي في مباراة استغرقت 3 ساعات و22 دقيقة. وفي المباراة الأخرى استطاع روانيتش من إقصاء دانيال جيمو ترافر بواقع 6-2 و6-3 و6-6 و7-6، حيث تشهد البطولة صراعا كبيرا بين نوفاك جوكوفيتش وأندي موراي ورافائيل نادال وروجر فيدرير لاقتناص لقب ويمبلدون بنسختها الجديدة. تواصل التحضيرات بملعب عش الطير ببكين تحضيراً للبطولة العالمية لألعاب القوى التي ستنطلق في أغسطس المقبل. فقبل 45 يوماً من انطلاقة البطولة العالمية لألعاب القوى يبدو ملعب عش الطير جاهزاً لاحتضان الحدث، ورغم أن سعته الأصلية كانت 91,000 مقعد فإن اللجنة المنظمة تنوي تقليص ذلك إلى 70,000 بالحفل الافتتاحي و50,000 لباقي البطولة. الملعب الذي كان مسرحا لأولمبياد 2008 لم تطرأ عليه أي تغييرات، ولا شك أنه سيعيد إلى أذهان الرياضيين والجماهير الذكريات الجميلة. وتعتبر البطولة أكبر حدث رياضي في بكين منذ أولمبياد 2008. فاز البريطاني سكوت براش بسباق الجائزة الكبرى لأميري موناكو في الفروسية في مونتي كارلو. الفارس البريطاني سكوت براش قدم 3 عروض دون لمس الحواجز على متن الفرس هيلو مالايدي بسباق الجائزة الكبرى. الفارس البريطاني جون ويتكر أنهى أيضا 3 عروض نظيفة، لكنه كان أبطأ من مواطنه ففاز بالفضية. وفاز الفارس الإيطالي إيمانويل غاوديانو بالبرونزية، بينما حل القطري الشيخ علي بن خالد الثاني في المرتبة الرابعة. يذكر بأن السباق يستقطب أغنياء مونتي كارلو مثل مالك نادي تشيلسي رومان إبراهيموفيتش وسائق الفورميلا 1 سابقا ميكا هاكنين والمغني الأمريكي الشهير بروس سبرينغستين. قدم فريق لوس أنجلوس ليكرز لاعبيه الجدد الذين تم اختيارهم ضمن أفضل خريجي الجامعات الرياضية الأمريكية
فريق لوس أنجلوس ليكرز وقع اختياره على اللاعبين دانجيلو راسيل ولاري نانس جونيور وأنتوني براون الذين تم تقديمهم رسميا لوسائل الإعلام رفقة المدير العام للفريق ميتش كوبتشاك في كاليفورنيا. وهذه المرة الأولى منذ 33 سنة يقوم لوس أنجلوس باختيار أفضل اللاعبين الصاعدين كونه أنهى الموسم الماضي أسفل الجدول. نانس اعترف بأنه يشعر بالقلق الشديد قبل لقاء النجم الأول في الرابطة وفي الفريق كوبي براينت، لكنه أضاف أيضا بأنه يستعلم منه الكثير خلال اللعب بجانبه. وسباق طريف جرت وقائعه في مقاطعة لينكشير في إنجلترا، ويتمثل في بطولة رمي البيض وبطولة لبيض الروليت الروسي، حيث كان أغلب المشاركين من المملكة المتحدة، لكن نجح المنظمون هذا العام في جذب بعض المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث شاركوا في بعض المنافسات مثل بطولة بيض الروليت الروسي. مسابقة الروليت الروسي هي مواجهة متسابقين اثنين، يقوم الواحد تلو الآخر بضربة البيض على جبهته، فإذا انكسرت كانت هزيمته، وإذا لم تنكسر فهو الفائز. وبعدها تنطلق مسابقة الرمي التي يقوم فيها شخص برمي بيضة إلى زميله من على مسافة أمتار، وعلى الشخص المتلقي أن يمسك البيضة دون أن تنكسر. وبهذا الخبر الطريف نصل وإياكم إلى تذكير بأبرز وأهم العناوين. علي الحبسي يغادر إلى بريطانيا لدراسة أبرز العروض التي تلقاها مؤخراً. واليوم ختام موسم اليد بتتويج نادي مسقط بدور عام السلطنة. وفي الأخبار العالمية، تشيلي تتفوق على البيرو وتبلغ نهائي كوبا أمريكا المقامة على أرضها. والأرجنتين في طريق الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا تواجه عقبة البرغواي اليوم. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة النشرة الرياضية وبقية البرامج على صفحات عمان الرياضية. أشكر لكم على حسن وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.